بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. الحقيقة صدمة كبيرة لنا جميعا ما حدث أمس، رحيل الدكتور خالد توحيد. يعني الحقيقة كلام صعب جدا 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 جدا، وكلام بالنسبة لنا الفراق صعب جدا، لأن الدكتور خالد احنا يعني أنا واحد من الناس بقالي شهر تقريبا أو شهر ونص في قناة النادي الأهلي، ولكن يمكن صلتي بالدكتور خالد توحيد بدأت منذ حوالي 20 سنة عندما كان رئيس لتحرير الأهرام الرياضي. ودكتور خالد الحقيقة كان دائما بنتكلم بنتشاور في أمور كثيرة جدا جدا، لأنه كان دائما صوت العقل وصوت الهدوء وصوت الحاجة المحترمة، الحاجة اللي أنت تحب تسمع رأيه، والحاجة اللي أنت تحب تشوف هو بيقول إيه علشان تحاول تنفذ اللي هو بيقوله، لأنه كان دائما ملتزما بمبادئ وأخلاق واحترام كبير جدا جدا لكل الناس. دكتور خالد، أنا بس هحكي لحضراتكم قصة بسيطة جدا جدا. دكتور خالد أول امبارح قبل وفاته تقريبا اليوم اللي يعني بالليل الساعة 1 بالليل بعد ما خلصنا الهوا، دكتور خالد كلمني، ويعني من المرات القليلة جدا جدا ان الدكتور خالد يكلمني متأخر قوي كده، لان هو الحقيقة بينام بدري. دكتور خالد توحيد من الناس اللي بتنام بدري وبتصحى بدري، فاحنا كنا مخلصين هنا تقريبا 12 وربع 12 وشوية، هو كلمني على 12 ونص 1 لربع، فانا حتى استغربت ورديت عليه طبعا على طول، وكانت مكالمة يعني هو كان بيسألني في بعض الأمور اللي بتخص البرنامج، عامل إيه، الدنيا ماشية إزاي. هو طبعا متابع لكل الأمور وما يحدث من أول الساعة 7 الصبح لو عايزه تلاقيه موجود لغاية الساعة 11 بالليل، دايما هو متواجد معانا. لكن دكتور خالد كان كلمني مكالمة، الحقيقة كل اللي أنا فهمته من المكالمة فهمته تاني يوم الحقيقة. دكتور خالد كلمنا، قعدنا نتكلم في الامور وهنعمل وهنجيب كذا وهنعمل كذا والفتره اللي جايه في كذا وهنعمل وعايزين نعمل، نحاول نراضي جمهور الاهلي باي طريقه ونرضي جمهور الاهلي باي طريقه، لان هو ده الاساس في عملنا. انا عمري ما اتدخلت معاك في حاجه وعمري ما اتكلمت معاك في حاجه، ولكن رضا جمهور او رضا جمهور الاهلي هو الاساس خلال الفترات اللي فاتت والفتره اللي جايه. مهم جدا 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 ان انت تبقى عارف ان جمهور الاهلي هو الاساس في كل شيء. الكلمه اللي انا دايما بقولها لحضراتكم ان حضراتكم الاساس في كل شيء، الكلمه دي دكتور خالد توحيد كان دايما بيفكرني بيها. مكالمه قعدنا حوالي نص ساعه تقريبا، نص ساعه اتكلمنا في حاجات كتيره جدا واحوال كره القدم والبرنامج وهنعمل ايه وكذا، وخلصنا البرنامج واتكلمنا على كره القدم مره اخرى وفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي واحوال الفريق الاول في كره القدم في النادي الاهلي، وان هو كان متفائل جدا جدا بهذا الفريق، وان احنا الفتره اللي جايه هتبقى فتره حلوه وعايزين نقف كلنا جنب بعض الفتره اللي جايه، وكلام من هذا القبيل يعني. وقفلت تليفون ونمت. أنا من الناس برضو اللي بتصحى بدري، يعني أنا بصحى على 8:30 9 الصبح. صحيت الساعة 9 الأمور عادي جدا، ما فيش أي مشكلة، وبعد كده انشغلت في اللي ورايا وقعدت طول اليوم تقريبا ما فتحتش الفيسبوك ولا شفت أي حاجة، غير لما محمود سعيد وسمير عكاشة لقيتهم بكلمهم يعني عشان نعرف هنعمل إيه بكرة، إن هو النهاردة لقيتهم بيقولوا لي حصل كذا كذا كذا، والدكتور خالد دخل المستشفى. دخل مستشفى المعلمين اللي امام النادي الاهلي. دكتور خالد كان ماشي في النادي بعد ما بيخلص بعض الامور، دخل سمع اذان الظهر، دخل يصلي الظهر، وكانت سجدته الاخيره الحقيقه. يعني انا كتبت حتى على الفيسبوك وقلت ان هو عاش خالدا ومات ساجدا. دكتور خالد توحيد واحد من الناس اللي انا يعني اعرفه بقالي 20 سنه تقريبا او اكتر من 20 سنه، ولكن خلال شهر وكم يوم تعاملت معاه على انه المثل الاعلى للاحترام، المثل الاعلى للاخلاق، المثل الاعلى في الشغل الاعلامي. ما عندوش ياما ارحميني في شغله بجد، يعني كان حاجه جميله جدا جدا. الدكتور خالد يعني احنا مصدومين كلنا وشايفين ان احنا يعني لو اتكلمنا عن الدكتور خالد فترات طويله جدا 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 مش هنوفيه حقه. الكلام اللي احنا بنقوله ده
انا وكل زمايلي، انا ما بتكلم هنا بتكلم بالنيابه عن محمود سعيد وعن عاطف وعن عبد الحميد، كل الناس اللي موجوده انا بتكلم بالنيابه عنهم دلوقتي لان انا اللي امام حضراتكم. الناس مش قادره، مش عايز أقول، مش عارف اقول لحضراتكم ايه، يعني انا جوايا كلام كتير قوي وحاجات كتير قوي نفسي اقولها عن الراجل ده، لانه بجد راجل محترم بجد، مش مجرد كلام، يعني بجد راجل محترم ومش مجرد كلام ان حد توفى فبنقول عليه كذا، لا لا لا، الله يرحمه كان راجل محترم، كان راجل عارف يعني ايه كلمه راجل، هي دي خالد توحيد. كان اعلامي محترم، كان اعلامي من الطراز الفريد، كنا بنتعلم منه، نتعلم من طريقه كلامه، نتعلم من هدوءه، نتعلم من قلمه الحر. عمره بقالي شهر ونص هنا في القناه، عمره ما قال لي يا اسلام انت هتقول ايه او هتعمل ايه، ويعني شهاده لوجه الله، شهاده لوجه الله. عمره ما قال لي يا اسلام، قال لي احنا بنتكلم، شوف اللي انت عايز تقوله قوله، احنا ما عندناش هنا حد بيقول لحد قول ايه او ما تقولش ايه. وكل سياسته في خلال الفتره اللي فاتت كانت يعني سياسته في عندما كان رئيسا للنادي الاهلي في الفترات السابقه ودلوقتي مبنيه على شيء واحد فقط وهي الاحترام. مفيش صوت عالي، مفيش خروج عن النص. في اوقات كتيره جدا خلال الفتره اللي فاتت او الشهر ونص اللي فاتوا كنا بنبقى يعني اسمها ايه، سخنين شويه على بعض الامور اللي بتحصل، فكان يقول لك اتكلم قول اللي انت عايزه بمنتهى الاحترام. سياسه الادب، سياسة الأدب والأخلاق ومبادئ النادي الأهلي. كان دايما يقول لي الكلمتين دول، يقول لي راضي الجمهور، ارضي الجمهور بأي طريقة، بأي طريقة محترمة يعني، ومبادئ الأهلي، لازم نحافظ على الحاجتين دول، لأن الحاجتين دول هم أساس شغلنا في كل حاجة. أنا ولا عمري كان قال لي كده، أنا كنت بقعد معاه، باجي الصبح أقعد معاه فترات طويلة قوي، فكان يجي يقول لي يا إسلام أنا عمري ما هقول لك تقول إيه وما تقولش إيه، زي ما بيحصل في حتة تانية، اللي أنت عايزه قوله ووجهة نظرك قولها، مفيش أي مشكلة خالص، ولكن بما يتناسب مع سياسة النادي ومبادئ الأهلي. ومبادئ الأهلي. كان رجل حريص وكان رجل محترم، ويعني مش عارف والله، يعني الواحد بيقول بيفتقد ناس، يعني الله يرحمه محمد السباعي، والله يرحمه خالد العشري قبله، ودلوقتي الدكتور خالد توحيد، ثلاثة دول الحقيقة قمة الأدب وقمة الأخلاق. محمد السباعي فارقناه، وخالد العشري فارقنا، هو اللي فارقنا، ودكتور خالد دلوقتي، دكتور خالد توحيد هو اللي بيفارقنا دلوقتي، يعني الواحد مش عارف يقول ايه الحقيقة، كله كلام صعب جدا. ويعني أنا كان نفسي يلغوا حلقة النهاردة، لكن كل الناس قالت لي، وكل الناس مش قادره تتكلم بالمناسبه، يعني انا قعدت مع الناس كلها، مع محمود وعاطف، كل الناس ما حدش قادر يتكلم، ما حدش قادر يكتب السكريبت اللي احنا بنطلع نتكلم منه، كله قاعد باصص لبعضه كده ومسهم. يعني راجل جميل جدا. وغير كل ده بقى، يعني سيب كل الكلام ده طبعا، مع ان هو ده الكلام الاساسي، ولكن كان دائما رجل يتبنى قضايا صحفيه، اعلام صحفيه مهمه جدا جدا جدا، وكان بيفضل ورا القضيه ويجيب اولها ويجيب اخرها، لان هو صحفي مهني كبير جدا جدا جدا، زي ما حضراتكم عارفين كان احد كبار الكتاب في الاهرام، في هذه المؤسسه العريقه الكبيره. فعشان كده انا بقول لحضراتكم كلام كتير جدا، وكلنا واحنا قاعدين اتفقنا ان احنا هنطلع، لان هو لو كان معانا الحقيقه، هو لو كان معانا وحصل لا قدر الله بعيد عن اي حد حاجه من دي، كان اطلع اشتغل. الناس مالهاش علاقه، الناس مالهاش علاقه، اطلع اشتغل. مبادئ الاهلي بتقول لنا دايما اشتغلوا، اشتغلوا هنعمل ايه، اشتغل اشتغل، لازم تشتغل ولازم تشوف ولازم تعرف وتقول للناس ايه اللي بيحصل وكل. لكن دكتور خالد الحقيقه شخصية محترمة جدا جدا، ويعني فقدنا شخص عزيز وكبير ومحترم وصحفي كبير جدا جدا. وداعا خالد توحيد.